اكيد بتعليماته. هنا كارتابيا يتقدم، كارتابيا نعم، يضع هدف للفرسان في هذه اللحظات، هدف للفرسان في مرمى الفارس، يسجل كارتابيا ويتقدم من ركلة جزاء في اللقطة الماضية. إعادة لسيناريو اللقاء الأخير ما بين الفريقين حينما اكتسب فريق نادي شباب الأهلي ركلة جزاء، لكن كانت في الدقيقة 28 في تلك المباراة، وانتهت بالتأكيد لمصلحة فريق نادي شباب الأهلي بهدف مقابل لا شيء. إذا بهذه الطريقة يتقدم فريق نادي شباب الأهلي عن طريق ركلة جزاء ينفذها كارتابيا في مرمى فريق نادي الظفرة. إذا هدف مقابل لا شيء، هدف مبكر من ركلة جزاء اشترك فيها محمد مرزوق. هذه من السيد محمد خويط، هنا كرة من بنيامين إيم، ترجع مرة أخرى كرة لصالح فريق نادي الظفرة وتسديدة. يا سلام، الله الله الله، كرة باتجاه مرمى فريق نادي شباب الأهلي يسجل من خلالها هدف رائع جدا، رائع جدا يسجل فريق نادي الظفرة. إدريس الأمين يسجل هدف ولا أروع في مرمى فريق نادي شباب الأهلي، هدف رائع جدا من تسديدة بعيدة لا في الحسبان من قبل حارس المرمى حسن حمزة، صعبة عليه لأنها بعيدة في الزاوية البعيدة، يسجلها فريق نادي الظفرة ويسجلها اللاعب من زاوياني، اللاعب اللي واضح أمامنا في الصورة يسدد كرة بهذه الطريقة ويجعل بالرأس. ماجد حسن يرسل كرة خطيرة، جول هدف لشباب الأهلي من كرة ثابتة يلعبها مشاري بوف، وصلت إلى شبك الظفرة، هدف ولا أروع للفرسان، يعود مرة أخرى للتقدم عن طريق اللاعب مشاري بوف اللي واضح أمامنا في الصورة. هدف جميل لفريق نادي شباب الأهلي، عودة سريعة مرة أخرى للتقدم عن طريق اللاعب الأوزبكي مشاري بوف. لاحظ التسديدة كانت قوية، كانت خادعة، نعم لامست أحد لاعبي فريق نادي الظفرة، أعتقد نعم الأرجنتيني طبعا بافلوف اللي غير اتجاه الكرة ووضع الكرة في المرمى بالخطأ، هدف إذن لصالح فريق